الحمد لله من غرض طيب وصدح وما عم فينا سرور وفرح، وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه خير أهل المعشر، صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. السيد الأستاذ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، أساتذة الأفاضل الأجلاء السادة عمداء الكليات ومشرفي طلاب لأجل مصر بجامعة سوهاج، السادة أعضاء التدريس، زملاء الطلاب، القيادات الطلابية، الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية وطلاب النشاط بشكل عام، أهلا بحضراتكم في إحدى فعاليات طلاب لأجل مصر بجامعة سوهاج، وهي لقاء القيادات الطلابية بالجامعة تحت عنوان القيادة والوطن. حقيقة إن الوطن هو ليس مكانا نعيش فيه فقط، بل هو مكانا نعيش فينا. هذا ليس شعارا وليس كلمة عابرة ولكنها الحقيقة. وحب الوطن هو حتمية يوجبها علينا الدين والخلق والإنسانية والفطرة. يكفينا من هذا كله موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معلم البشرية جمعاء، حينما هاجر من مكة إلى المدينة فوقف وهو مهاجرا وقال مخاطبا لمكة: والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلم البشرية يقول هذا. إذا حب الوطن، حب الوطن هو حتمية علينا جميعا وهو واجب علينا جميعا، لابد أن نتمسك به. وحينما نتكلم عن القيادة والوطن قد يتبادر إلى أذهان الجميع أننا نقصد تولي مناصب أو نقصد مسؤولية معينة، موقع مسؤولية معينة في الدولة أو في أي مؤسسة، ولكن الحقيقة القيادة بمفهومها الفطري والبسيط تبدأ من قيادة الشخص لنفسه أولا. برضو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن يعني خير المجاهدة بعد الجهاد في سبيل الله هو جهاد النفس. إذا القيادة أساسا وفطريا تبدأ من قيادتك لنفسك. هو ده اللي احنا عايزين نوصله لحضراتكم. حضرتك كطالب مطالب ان انت تكون قائد، واحنا بنحاول ندرس فيك ده وبنحاول نعدك لده وبنحاول نأهلك لده، سواء قائدا لنفسك، قائدا لمجموعه من زملائك، قائدا في المستقبل في مكانك، سواء كنت هتبقى طبيب، سواء كنت هتبقى معلم، سواء كنت هتبقى مهندس، ايا كان وظيفتك، ايا كان مهنتك، ايا كان منصبك، فانت قائد في مكانك. لذلك لازم من دلوقتي تدرس في نفسك حب القياده، ولازم تعرف يعني ايه قياده. فلازم يبقى عندك نوع من المشاركه. احنا لما بنتكلم عن القياده والوطن فاحنا بنتاكد ان انت لازم يكون لك دور، لازم يبقى عليك دور الاول كطالب زي ما قلت في اسرتك بقياده نفسك وقياده اللي حواليك، ثانيا كطالب تذاكر دروسك وما تضيعش وقتك، ثالثا دورك تجاه زمايلك في الجامعه وجامعتك ان انت تحاول تبقى قدوه للطلاب من حواليك وتحاول تخدمهم بالانشطه الطلابيه بتاعتك، بالمناهج اللي انت ممكن تساعد في تيسيرها على حد ممكن محتاج مساعده من زمايلك، وللوطن بتاعك لازم تمارس حقوقك كلها، لازم تعرف واجباتك كلها بكل انواع المشاكل. يهمني كنت اكد على النقطه دي النهارده علشان ما اطولش على حضراتكم، لكن استغل الفرصه دي وبرضه تحقيقا لمبدا المشاركه وتحقيقا لمبدا مشاركه حضراتكم وغرس القياده فيكم. فاحنا بحب اشكر السيد رئيس الجامعه انه وافق ان احنا نطلق مبادره صوتك مسموع، ودي هتبقى منصه طلابيه لتعبير الطلاب عن مشاكلهم ومناقشتها وحلولها مع الساده العمداء لاداره كلياتهم، واللي هتبدا مباشره بعد انتهاء اللقاء النهارده، اول لقاء عندنا في التربيه الرياضيه باذن الله، وبعد كده تتوالى باقي الكليات. وبرضه مفاجاه دي مخصوصه لاول الحضور لكل طلاب الجامعه، احنا شغالين دلوقتي على ايفنت كبير جدا من اكبر الايفنتات اللي حصلت في تاريخ الجامعات ان شاء الله برعايه السيد رئيس الجامعه بتنسيق كامل ودعم كامل من حضرته. المفاجاه ده ان هي مش هتبقى بس طلاب من اجل مصر، لا هتبقى مرحب بكل طلاب الجامعه، زملائي من القيادات الطلابيه في الاتحادات الطلابيه والاسر الطلابيه والانشطه، مش بس هتشاركونا كمان في الفعاليات، لا حضراتكم هتشاركونا لان حابب من حضراتكم مرحب بيه في اي وقت يشاركنا كمان في التنظيم وفي الاعداد وفي يعني التخطيط للحدث ده باذن الله من بدايته. شكرا لحضراتكم.